أن نحاول أن نستعمل جهاز رسم تذبذب. لضرورة تجريبية سنستعمل تركيب لمقاومة لكي نرى تأثير المقاومة بعد ذلك، مقاومة على التوالي. نستعمل زر ديال 100 هرتز و إشارة مستطيلية مكتف ذو سعة قابلة للتغيير. هنا يمكن أن أضيف عندي مكتفات مركبة على التوازي هنايا، وبالتالي يمكن أن أجعل السعة للمكتف المكافئ تزداد. رسم التذبذب كيف كتلاحظوا أننا بالنسبة للقيم التي تشير إليها الدارة نرى هذا المنحنى. لاحظوا أن لم نصل بعد إلى النظام الدائم، هناك من ازدياد التوتر، كاين الشحن وكاين كذلك التفريغ. فالأصل هو من الدالة اللي استعملنا هنايا، هناك فتح وغلق الدارة بكيفية أوتوماتيكية، وبالتالي يمكن أن نعاين شحن وتفريغ. إذا غادي ناخذ المقاومة هنايا، لاحظوا أن الميل يتغير. كذلك بتغيير السعة، السعة ازدادت السعة هنايا، نلاحظ أن المنحنى بتغيير السعة. إذا نعطي تفسيرا، أولا تأثير المقاومة، فطو عندها علاقة بالمماس والميل، وبالتالي لاحظوا كلما أغير R كذلك بالنسبة للسعة. إذا هذا التوتر بين طرفي المكتف هو اللي كان عينه. الآن غادي نحاول نشوفو التوتر بين طرفي الموصي الأومي. الآن غيرنا، خدينا التوتر بين طرفي المقاومتين، نعتبرها كموصي الأومي ديال الدارة طرف هنا، ونعاين المنحنى توتر UR والذي هو يطابق له نفس المنحنى. هناك شحن وتفريغ، لاحظوا بتغيير المقاومة كذلك، لاحظوا كذلك بالنسبة للسي، لاحظوا بتغيير السي تغير السي يتغير. هذا لابد أن نعينه الدالة التي تمثل إذا تي خلال الشحن والتفريغ. UR معاينة توتر بين طرفي الموصل الأومي، وبالتالي نعاين الدالة الممثلة لإيدو تي كما سبق وأن عاين الدالة الممثلة لإيدو تي. شكرا على انتباهكم.